أعزائي المشاهدين والمتابعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، وأهلا وسهلا بكم معنا مع أحداث حلقة جديدة من البرنامج الرياضي الشوط الثالث، ونبدأ بالعناوين. في الجديدي المكر يعملون على إعادة أمجاد الكرة والرياضة، والبداية فوز عريض لأبناء الجديدي بالنتيجة 4-0 على فريق هابوعيل دير حنا. وقفة دقيقة حداد على روح ضحايا العنف والجريمة في ملعب الجديدي المكر، ورئيس المجلس المحلي الجديدي المكر المهندس سهيل ملحم في تصريحات خاصة لقناة هلا، والإعلامي زهير بهلول يقول أفضل أن يكون الشباب في الملاعب بدلا من شرب الكحول في القهاوي. هابوعيل بئر السبع يهزم هابوعيل حيفا ويتصدر دوري الدرجة العليا. محمد عواد يتألق بفوز مكابي حيفا 3-0 على فريق نتيونيا، ويعزز مكانته في القسم العلوي من دوري الدرجة العليا، ويلاحق مكابي تل أبيب وبئر السبع. بركات وهب يتألق في تدريب فريق بلدي نشر بدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية باء، وسيكون معنا خلال حلقة اليوم في بث حي ومباشر من بلدة عسفيا. كفر قرع في القمة بعد الفوز على هابوعيل الإفراديس، ونزار غنام الإداري في فريق الإفراديس يؤكد بقاء المدرب فايد حسون. مساء الخير أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى، ونبدأ حلقة اليوم مع بلدة الجديدي المكر. وفي المبادرة الخاصة التي شهدها الملعب البلدي في الجديدي المكر في وخلال سلسلة الفعاليات والنشاطات التي يشهدها المجتمع العربي، فقد بادر مجلس محلي الجديدي المكر والجهات الفاعلة في تنظيم وقفة حداد على روح الضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي، وذلك قبل المباراة التي جمعت فريقي أبناء الجديدي المكر أمام فريق هابوعيل دير حنا. لنشاهد أعزائي المشاهدين والمشاهدات ما قاله المهندس سهيل ملحم رئيس مجلس محلي الجديدي المكر لبرنامج الشوط الثالث حول هذه المباراة وعودة الكرة وكرة القدم لبلدتي الجديدي المكر. المهندس سهيل ملحم، وحضرتك رئيس المجلس المحلي هنا في الجديدي، ورأيتك تتفاعل منذ اللحظات الأولى للمباراة أكثر من الجمهور. نعم، مرة أخرى على الملاعب الخضراء في جديد المكير، واللعبة الأولى البيتية في الملعب الأخضر أو على سطح الملعب الأخضر في جديد المكير. أبناء جديد المكير يتألق بنتيجة 1-0 ضد هابوعيل دير حنا. نعم، هذه الفعاليات وهذه اللحظات انتظرناها طويلا، اليوم يتحقق الحلم مرة أخرى، ونحن سنعمل جادين على أن نرى هذه المدرجات التي الآن تقريبا نصفها ممتلئ، لن نهدأ حتى نرى هذه المدرجات مرة أخرى تضج وتمتلئ بمشجعي أبناء جديد المكر. ومدامك تحدثت عن المدرجة، أنا يعني قمت بزيارة هناك، النساء حتى أكثر من الرجال يهتفن ويصفقن، وهنالك تعطش بعد 11 عاما أنتم عدتم إلى الخارطة الرياضية. ليس فقط 11 عاما، وإنما أنا كنت يعني في غرب يعني البلد ما يقارب 18 سنة، وعود بالذكريات إلى ما يقارب قبل 30 سنة. أنا أرى الآن الفتيات والنساء والشابات والصبايا يأتينا مرة أخرى إلى المدرجات، هذا يعود بي إلى الوراء قريبا ما يقارب 30 سنة. نعم إخواني، الرياضة كرة القدم هي المفتاح من أجل المساهمة والحد من العنف. نحن كانت لنا دقيقة وقف صمت وحداد على أرواح كل الضحايا المستشري هذا السرطان المستشري في وسطنا العربي. ليس هنالك حل أفضل من هذا الحل من الرياضة وكرة القدم.
وبالطبع أنت بغض النظر عن تشجيعك للفريق أيضا تشجيع لابنك، ابنك شاب هنا، كيف ترى يعني انخراط اللاعبين الناشئين؟ يعني نحن رأينا مجموعة من اللاعبين القدامى المخضرمين مع الناشئين، أي أهمية لنا للاعب المحلي الناشئ هنا بالزيت؟ صدقني ليس هنالك أجمل من هذا الشعور، أن أنتظر بالدقائق والساعات هذه اللي بالأرض هذه المباراة، وابني عايد يلعب في هذا في ضمن هذا الفريق، لكن ابني عايد لا يفرح عن أي لاعب آخر، كل هذه اللاعبين هم أبنائي وأبنائي جديد المكر. أنا أيضا في الماضي لعبت كرة قدم في ضمن فريق بعيل المكر، لدي شعور جدا جدا جميل، يعني ليس هناك شعور أجمل من هذا بين الهم الكبير من الأعمال والأشغال اليومية، عندما تتذكر أن هنالك مباراة، هذا أمر يعطيك فيه نوع من السرور والارتياح والفرحة بأننا إن شاء الله قادمون على مستقبل أفضل لجيد المكر. سنلتقي مع حضرتك مع نهاية الموسم والفريق في مستوى درجة ثانية. لن أتنازل، قلت منذ البداية هذا الفريق فقط أتأمل منه الصعود ولن أتنازل عن ذلك. في السنة القادمة سنكون. المهندس سهيل ملحم رئيس المجلس المحلي الجديد المكر يعد بصعود الفريق لمستوى الدرجة الثانية. نتحول أعزائي المشاهدين والمشاهدات للإعلام زهير بهلول والذي أجرينا معه هذا اللقاء الخاص لقناة هلا الفضائية حول أهمية الرياضة في نشر التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع. الإعلامي سهير بهلول، أولا نحييك عبر موكبنة وقناة هلا الفضائية. نهاية الشوط الأول، تفوق للفريق المحلي جديد المكر، أولا تقييمك لما شاهدنا؟ أولا أشكركم بأنكم أتيتم لتغطية هذه المباراة، لأن فريق المكر الجديد برئاسة رئيس السلطة المحلية السيد سهيل ملحم قد تبنى مجددا الرياضة في هذه البلدة، وأنا أحييهم أحيي أرباب هذه البلدة على عودة أمجاد كرة القدم إلى المكر الجديد. كما تعلم أنا ألعب مع قدام المكر منذ سنوات طوال، ولذا فؤادي يعني طبعا يرتعش تأييدا لفريق المكر الجديد، وأنا أعتقد بأن الفريق أدى وأبلى بلاء حسنا خلال الشوط الأول، كثف من هجماته، لعب بشكل راق، وكان يعني سيد الملعب أدهم حمود المعروف والذي لعب في سان جيمسيس بارك في حينه أمام نيوكاسل ضمن إطار فريق أبناء سخنين، ولكن بالإضافة إلى أدهم هناك بعض اللاعبين الجيدين مثل شول رقم 5 في وسط الملعب واللاعب رقم 7 رياض، هناك عدد من اللاعبين الذين يستطيعون الانخراط في فرق جيدة، وأنا أتمنى لفريق المكر الجديد طبعا النجاح. أضف إلى ذلك كلمة لدرحنا طبعا يعني دور مهم في الدرجات الدنيا، أرجو أيضا لهذا الفريق التوفيق. سيد زهير، يعني ما دامك تحدثت عن فرق الدرجة الدنيا ولك خبرتك وصلت وجلت في الملاعب أيضا كإعلامي، كيف ترى أهمية لمثل هذه الفرق في درجات الدنيا ولتعزيز وتقوية اللاعبين المحليين؟ نحن نرى جميع الفرق التي تلعب في الدرجات العليا خصوصا أيضا اليوم الدرجة الثانية والأولى مليئة بلاعبي التعزيز. أولا سيدي هناك حوالي 400 مشاهد على المدرجات، هؤلاء طاقة للتواجد في المقاهي لتعاطي البيرة للأسف الشديد، وأيضا لتعاطي النرجيل والأرجيل، يعني هم طاقة لكي يتواجدوا في المقاهي، ولكنهم بدلا من ذلك يتواجدون على المدرجات. كل نشاط رياضي هو مبارك ومحمود، كل نشاط رياضي أنت من خلاله تكافح العنف والإجرام، أنت تعرف ماذا يسود في وسطنا العربي وفي مجتمعنا العربي من مشاكل، من إجرام، من عالم سفلي، من أسلحة غير منتية، أنت تعي جيدا ما الذي حدث في الأيام الأخيرة من مظاهرات احتجاجية على هدر الدم العربي في هذه البلاد، ليس أجمل وأجدى من كرة القدم الرياضة لمكافحة هذه الظواهر السيئة. الإعلامي زهير بهلول، شكرا لك لهذا الحديث. رسالة قوية وخاصة عبر قناة هلا من الإعلامي زهير بهلول. نشير أعزائي المشاهدين في هذه الساعة تجري 3 مباريات ضمن الجولة 7 لدوري الدرجة الممتازة، والآن الفرق في استراحة ما بين الشوطين. ونشير فريق اتحاد أبناء سخنين يتأخر بالنتيجة 0-1 أمام ريشون ليتسيون،
فريق مكابي خائن الناصر يتأخر بالنتيجة 1-3 أمام أبو عيل أشكلون، أما فريق أبو عيل من فحم فما زال يقدم أداء رائعا ويتفوق بالنتيجة 2-0 على فريق أبو عيل رمات هاشرون. نبقى أعزائي المشاهدين والمشاهدات في الجديد المكر، ففي مباراة كرنفالية وبحضور قرابة 400 مشجع من النساء والرجال والأطفال وحضور شخصيات رياضية وجماهيرية، حقق فريق مكابي أبناء الجديد المكر فوزا عريضا بالنتيجة 4-0 على فريق أبو عيل درحنة في المباراة التي أقيمت على ملعب الجديد المكر وبحضور المئات من المشجعين المتعطشين لكرة القدم، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري الدرجة الثالثة منطقة الجليل الأعلى. هذا وقد شهدت المباراة منافسة قوية ما بين الفريقين اللذين قدما أداء رفيع المستوى، إلا أن الفريق المحلي كان الأفضل واستغل أفضليته ليسجل 4 أهداف ويحصد نقاط المباراة 3 ليتقدم أكثر وأكثر نحو القمة ونحو تحقيق هدفه بالصعود لمستوى الدرجة الثانية بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات عن ملاعب كرة القدم. وسجل أهداف فريق أبناء جديد المكر كل من اللاعب أحمد عيشان 2 وبهاء شامي ومحمد كيال أضاف كل واحد منهما 1 ليفوز فريق أبناء جديد برباعية نظيفة على فريق أبو عيل دير حنة. برنامج الشوط الثالث أجرى هذا اللقاء الخاص مع لاعب الجديد المكر المخضرم أدهم حمود، والذي أبدع أيضا في تصريحاته. لاعب المخضرم واسمح لي أن أقول الكبير أدهم حمود، والله ذكرتنا اليوم بأدائك المميز أيضا آنذاك كيفما وصف الإعلامي زهير بهلول في جيمس بارك عندما لعبت أمام فريق نيوكاسل مع فريق اتحاد أبناء سخلين. كيف شعورك اليوم وأنت لعبت مباراة جميلة، مباراة تكتيكية مراوغة، كيف تشعر وتعود إلى المباريات؟ أول شيء الحمد لله أني رجعت للملاعب، أول شيء أنا مبسوط كتير إنه فزنا اليوم في 3 نقاط، فوز تاني على التوالي الحمد لله. في جيل متأخر زي ما قلت أنت طلبت إنه أسمح لك، بالعكس إشي عادي جدا، أنا بفتخر في جيلي، بفتخر إني أنا بلعب فوتبول في هيك جيل، وبتمنى كل اللي جيلي واللي أكبر مني حتى إذا بيقدروا يساعدوا أولاد بلدهن إنه الرياضة تتقدم في الوسط العربي، كل واحد يرجع للملعب ويعطي شو عنده داخل الملعب وخارج الملعب. نعم، وبالنسبة لكم يعني بغض النظر عن 4-0 قدمتم مباراة جميلة، أداء رائع، مباراة هجومية، كيف كنت ترى التعاون ما بين اللاعبين القدامى والمخضرمين مع اللاعبين الناشئين الذين قدموا أيضا مباراة جميلة اليوم؟ الصراحة أخ مصطفى سؤالك طويل كتير، بس أنا بقدر أختصره في كلمة أو في كلمتين. مش لازم ننسى إنه المدرب اللي بيمرن أبناء جديد المكر هو هاني رشيد، وأفكر بكفي إني أقول هاني رشيد هو المدرب، كل راح يعرف إنه راح يكون في تناسق، راح يكون عندنا كرة فريق اللي بيلعب كرة قدم جميلة. أجواء خاصة ومميزة على مدرجات الملعب البلدي في الجديد المكر، ومن الفريق الفائز إلى الفريق الخاسر فريق أبو عيل دير حنة، والذي بالرغم من خسارته الثقيلة إلا أنه قدم أداء يليق بفريق قمة وكان منافسا قويا للفريق المحلي الجديد المكر. لنشاهد أعزائي المشاهدين والمشاهدات هذا اللقاء مع حارس مرمى فريق أبو عيل دير حنة اللاعب هادي عباس في لقاء خاص مع قناة هلا الفضائية. لاعب هادي عباس، هادي عباس اولا كيف بالرغم من الخسارة 4-0 لعبتم مباراة جميلة اليوم؟ نعم،
مباراة جميلة. فريق ريحانة اليوم بنى على كادر محلي، مش ميزانية لهذا الفريق، فريق بيلعب من مباراة لمباراة. عم نفكر على الخمس مواقع اللي بدلاها، أول خمسة من لعبة للعبة وإن شاء الله خير. وأنا كيف تابعتكم، يعني قدمتم أداء جيد أمام فريق يريد أن يصعد، هل أنتم تؤمنون بقوة فريقكم باللاعبين الناشئين المحليين؟ نعم نعم، كادر كثير منيح، كادر محلي، إدارة منيحة، بس فيش ميزانية، كادر محلي الحمد لله. بنلعب أداء من لعبة للعبة، أداء منيح، أداء متواضع بس الحمد لله. ونحن نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله تنجحون. شكرا. إن شاء الله. شكرا. مرمى فريق أبو عيل، هادي عباس حارس مرمى فريق أبو عيل دير حنا، متفائل بالرغم من الخسارة الثقيلة 0-4. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود ونواصل برنامجنا الشوط الثالث. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، وننتقل واياكم مباشره الى بلده عيسفيا لنلتقي واياكم ونرحب في بث حي ومباشر بالمدرب الناجح بركات وهب، مدرب بفريق بلدي نشر. السيد بركات وهب، مساء الخير ومبروك الفوز اليوم. شكرا كثير، مساء الخير لك اخي ابراهيم ولجميع المشاهدين. وشايف فرحتك اليوم مميزة، وخاصة فزتم اليوم ضمن تصفيات كأس الدولة بالنتيجة 2-1، أليس كذلك؟ طبعا كانت مباراة صعبة كثير، فريق عنيد جدا، فريق اللي عنده كمان طموحات انه يصعد للدرجة الثانية، كانت مباراة صعبة جدا والحمد لله فزنا في المباراة. وإذا بنكمل هذا المشوار فوز يتلو فوز في الدوري والكاس، ممكن أن تصلوا للنهائي كأس الدولة، وأيضا الصعود يبدو سهلا بعد سلسلة انتصاراتكم. لا طبعا، لا المشوار بعده طويل جديد، بعيد كثير، بعدنا أول الطريق. إحنا تعهدنا من أول السنة إحنا والإدارة طبعا، قعدنا وسكرنا الموضوع إنه رايحين نعيش الدوري من جمعة لجمعة، وهذا اللي احنا عم نعمله والحمد لله الخطوة لحد إسا ماشي زي ما بدنا وإلى الأمام. أخ بركات، يعني معلش، شايف أنك كثير متواضع، فريق بلدي نشر الذي هبط من مستوى الدرجة الأولى مع نهاية الموسم الفائت، وأنت حضرت إلى فريق نستطيع أن أقول مريض، واستطعت أن تدمج ما بين اللاعبين المحليين الناشئين وأيضا اللاعبين المخضرمين وتقود هذه السفينة التي كانت غارقة إلى الأسفل. لو تعطينا لمحة حول فريق بلدي نشر بعد هذا التطور من فريق هبط من مستوى الدرجة الثانية والآن هو في القمة وبدون أي تعادل وخسارة، جميع مبارياتكم فوز أخ بركات. طبعا زي ما احنا بنعرف انه اخذنا الفريق، انا طبعا لما تعاقدت مع الاداره اخذت الفريق قبل ما بدايه الدوري باسبوعين وكان الوضع سيء جدا. بلشنا خطوه خطوه، نحضر لعيب من هون لعيب من هون، الحمد لله الفريق اليوم جاهز في كل حلقاته. طبعا عندي 4-5 لاعبين مخضرمين جدا اللي انا بنيت الفريق حواليهن مع 4-5 لاعبين من الشبيبه طبعا تبعون بلدي نشر، لاعبين جدا ممتازين ورايحين يثبتوا حالهم ويتقدموا الى الامام. الحمد لله الفريق ماشي لحد هسه، بس طبعا الاشي انا الصراحه بقول لك بخوفني لقدام لانه الفريق ما تحضرش زي ما انا زي ما كنت بدي احضره 6 أسابيع، اتحضر في جمعتين، فانا خايف كثير لقدام انه الاشي ياثر علينا مع الاصابات. واخبركات، فزتم اليوم على فريق ابو عيل كرة الكرم، هذا الفريق عنيد وفريق بيت فزتم عليه في البيت، فزتم ايضا على فريق الريني في الاسبوع الفائت، فزتم على جميع الفرق القوية. السؤال الذي يطرح نفسه، من سيوقف فريق بلدي نشر هذا الموسم؟
لا زي ما تخرفنا في أول اللقاء، المشوار بعده كثير كثير طويل. عندنا مكابي كسال فريق ممتاز، عندك مكابي أم الفحم فريق ممتاز، طبعا الريني والفريديس، في عدة فرق إذا كان الانجداد طبعا فريق ممتاز. أنا حسب رأيي الدوري طويل جدا جدا جدا، وفيش حتى عندنا في الفريق خراف على إشي اسمه صعود. وطبعا بكل تواضع، انت من اللاعبين الذين يعني حققوا نجاحات كبيره، سلطه وجودك في الملاعب ولك خبرتك في الملاعب، وبالنسبه لخبرتك في التدريب، كيف كنت تقيم الفرق في مستوى الدرجه الثانيه المنطقه الشماليه؟ با جميع الفرق جاهزه ومتحضره، فريق الفراديس، كفر قرع، بلدي نيشر، طيرة الكرمل، كيف كنت ترى هذا الدوري هذا الموسم؟ دوري صعب جدا، فيش مباراة سهلة أنا حسب رأيي في هاي الدوري. الفريق أما أنا دائما بقوله وقلت للعيبتي وكل جمعة وكل أسبوع قبل المباراة بحكيه نفس الجملة، الفرق أنا بتخوفنيش كثير، مع أنه الفرق ممتازة مع كل التواضع. الإشي اللي بخوفني هو فريقي، إذا فريقي بيجي جاهز زي ما أنا حضرته في مدار الأسبوع، إذا تكتيكا، إذا طبعا تكتيكا وكل هاي الأشياء اللي مشتغلها في مشوار الجمعة، ففيش ولا فريق بخوفني مع كل التواضع طبعا، لأنه في عدة فرق جيدة جدا وممتازة حتى. وبالنسبة لك أخ بركات، وبالطبع مثل ما قلت أنت وحضرت اللاعبين من التخوف أن تأتي الخسارة أو التعادل، بالنسبة لك يعني في أول موسم في دوري الدرجة الثانية ومع فريق الذي يعني كان الخطر يهدد مستقبل الفريق، بأي مرتبة كنت ترضى مع نهاية الموسم، أم أنك تريد أن تقول أننا نريد أن نكون في القمة حتى النهاية؟ لا طبعاً الأداء اللي عم نعطيه إذا بيستمر أنا حسب رأيي راح نكون في الحلقة العلوي تبع الدوري. الفريق من أول السنة تعقدنا طبعاً مع الإدارة كله إنه إذا مننهي الدوري في البلوف العلوي فراح يكون إنجاز جداً جداً كبير. أنا حسب رأيي كل إشي فوقي البلوف العلوي راح يكون بونس لنا بلا شك يعني، ولنا الفخر أيضا أن نسألك. طبعا أنت بن المدرب القدير السيد أحمد وهب، أي تأثير للمدرب أحمد وهب على الابن المدرب بركات وهب؟ بدون ولا أي شك جدا بنقعد ونتخرف كل يوم، عندنا ساعة ساعة ونص طبعا نتخرف فوتبول، إذا كان أنا بكتب من خبرته من الأشياء اللي هو بعرفها وبتعلمها ومرقها، فأنا اليوم بجرب أطبقها وبيساعدني كثير كثير في كل المجالات، إذا كان تمارين طبعا، تركيب، رياحة لعيبة، ابتدي اللعيبة كلهم كشكل كتكتي بكتب كثير منه، وبدون ولا أي شك إنه له ضلع كبير. سؤال أخير أخ بركات، بلا شك كنت لاعبا مميزا وناجحا، إلى أين تريد أن تصل في عالم التدريب؟ هل نراك عما قريب في إحدى الفرق، لو أريد أن أقول الكبيرة على الأقل، في دوري الدرجة العليا؟ بدون طلع كل واحد هذا حلم وبيطمح لهي الأشياء. أنا من أول المشوار بلشت مع أولاد صغار، بعدين انتقلنا للشبيبي وتعهدت إنه راح أطلع السلم درجي درجي. اليوم أنا أول سنة لي كمدرب كفريق كبار، بتأمل إنه هذا النجاح يستمر، وبدون ولا أي شك إنه الطموحات على إشي نوصل. المدرب في أول تجربة له هذا الموسم بركات وهب، وحتى الآن تجربتك وبكل تواضع ناجحة، جميع المباريات فوز وراء فوز في الدوري وفي الكأس، نشكر لك هذا الحديث ودائما نتمنى لك التوفيق. شكرا لك. شكرا لك أخ إبراهيم. ويسرني أعزائي المشاهدين أن أنتقل من المدرب بركات وهب أيضا لمدرب ليس أقل سعادة هذا المساء، ينضم إلي في الاستوديو المدرب رامي أبو العيلي، وهو مدرب فريق أبو عيل شعاع كفر قاسم. مساء الخير وأهلا وسهلا بك. مساء الخير إلى كل جميع المشاهدين. أخ رامي، يعني الحديث كله إلى المدربين. المدربين بيستحقوا أمرار إنه يبكي عليهم نظرة، وبيستحقوا لأنه المدربين كثير بيتعبوا، المدربين بيشتغلوا كل الأسبوع،
وفي الاخر النتيجه هي اللي بتقرر اذا المدرب منيح ولا لا. مفحوح من المباراه اللي فزتوا بيها 3-2 ولا صحيح؟ انا شوي بعدك مفحوح. بعدني مفحوح. يعني انا رايتك في المباراه عندما فزتم 3-2 يعني حركه لما يكون غل، هي اكثر فرح. يعني اذا انت بتطلع على الفريق اللي كان قبالي، فريق اللي هو ند قوي، فريق اللي عنده خامات قويه، لاعبين عنده لاعبيه تعزيز وبيلعب هجومي كثير عنده لاعبيه تعزيز. يعني بعرفش قديش في عنده لاعيبه بيت، يمكن نسبه قليله جدا، بينما الفريق اللي عندي هو اغلبه لاعبين بيت، لاعبين بيت في بكل قليل تعزيز. تفوقتم 2-0 على فريق ابو عيل كلنسوي الذي استطاع ان يعادل النتيجه 2-2، وهذا عاده ما يسبب الى خساره الفريق الذي تفوق وفجاه راى نفسه متعادل، ولكن سجلتم هدف في الدقيقه 81 وفزتم في المباراه. كيف شعورك؟ طلع اخي ابراهيم، احنا فريق اللي بيشتغل صح كل الاسبوع، بنشتغل صح، احنا ما بنلعب لعب عشوائي، احنا حتى بنبدا الهجمه من حارس المرمى، ما فيش عندنا هاي الطابات اللي طير طابه والعب. حتى كنا 2-0 غالبين نلعب لعب مرتب، 2-1 كملنا بنفس الطريقه، في 2-2 كملنا بنفس الطريقه ما ضغطناش. كل مدرب بيعرف شو اللاعبين اللي عنده، اللي عندي هو انه اللاعبين عندي عارفين ايش انا بدي منهم. وانت عندك طاقه برضه يعني طبعا. يعني عندما رايناك في الصوره تقول واو، عندما سجلتوا من هدف الثالث شيء وانفجر بالنسبة لك. طلع أخي إبراهيم، مش إشي مش سهل إنك تلعب ضد فريق من هالنوع، إنك تبدأ المباراة باثنين صفر، تعادل 2-2، وتوصل لوضع إنك أنت تشوف حلقة الضعف اللي عندهم بعد التبديلات، وكيف بيقولوها تعمل تبديل بينجو، أول لمسة للعيب اللي فات بتبديل ضرب جول. نشير فزتم 3-2 على فريق أبو عيل كلنسوي، وأيضا أنتم حتى الآن بدون خسارة، 3 مباريات تعادل وفوز، أيضا هذا إنجاز، سنتحدث عن ذلك أعزائي المشاهدين. نبقى الآن بدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية باوع مع مباراة القمة المبكرة، والتي جمعت فريقي اتحاد أبناء كفر قرع بفريق أبو عيل الإفراديس، حيث واصل فريق اتحاد أبناء كفر قرع نتائجه الإيجابية بعد أن حقق فوزا بيتيا عصر يوم الجمعة الفائت على فريق أبو عيل الإفراديس في المباراة التي أقيمت على ملعب كفر قرع البلدي ضمن مباريات الأسبوع الرابع لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ب. هذا وقد شهدت المباراة منافسة قوية ما بين الفريقين اللذين قدما أداء رفيع المستوى من خلال الاعتماد على اللعب الهجومي. الهدف الوحيد في المباراة سجله اللاعب الشاب محمد غسان مصاروي لصالح فريق اتحاد أبناء كفر قرع ليهدي فريقه نقاط المباراة الثلاثة كاملة. وبهذا الفوز يرفع فريق اتحاد كفر قرع رصيده إلى النقطة العاشرة ليحتل المرتبة الثالثة، بينما يتجمد رصيد فريق أبو عيل الإفراديس إلى النقطة السادسة ليحتل المرتبة السادسة. لنشاهد أعزائي المشاهدين والمشاهدات هذا اللقاء مع مدرب فريق اتحاد أبناء كفر قرع حسن مصالحة. المدرب حسن مصالحة، وقف جمهور فريق كفر قرع اليوم يحييك، ليس على الأداء وليس على النتيجة والفوز، وقف لمنحك الفرصة للكوادر الناشئة الشباب في كفر قرع. نعم، يعني هذا بدل على أنه جمهور كفر قرع واعي، فإحنا أنا والإدارة وإدارة المجلس المحلي حطينا خطة من بداية السنة وإشراك كديش ممكن من لاعبين القرعويين، والكل شاف، الكل شاف محاربين قرعويين، لاعبين هم ممتازين جدا، وإحنا رايحين نعطيهم الفرص، وفي كمان لعيبة برضه رايحين نعطيهم الفرص، ومشيئة رب العالمين إحنا رايحين نوصل الهدف اللي إحنا حطينا قدامنا اللي هو نلعب بكادر قرعوي إن شاء الله. وليس بكادر قرعوي وليس بنتائج، بدون خسارة وأنتم بالقمة. نعم احنا بالقمة، هذا ناتج عن اداء رجولي للشباب، تنساش ان احنا بدينا متاخرين كثير عن باقي الفرق، واحنا لما نفوت على اللياقه البدنيه اللازمه راح نكون فريق افضل. اليوم كل فريق يعمل لكم حساب، هذا سيصعب عليكم المهام في المباريات القادمه. سيصعب، ولكن هذا بيعطينا، كل رياضي في عنده طموح، كل رياضي في عنده بحب يلعب مباريات ضد فرق اللي بتعمل له حساب، والشباب يعني حتى انا نفسي فاجئوني، يعني كل احترام لهم.
حسن مصالح مدرب فريق اتحاد ابناء كفر قرع متفائل بالكوادر الشبابيه، ما رايك اخ رامي؟ الاستاذ حسن مصالح مدرب قدير، مدرب ناجح، في له اسبقيات انه صعد مع هذا الفريق للدرجه الاولى. اللي بميزه انه كل الشباب اللي موجوده بالفريق اللاعبين البيت انه هو بيعرفهم شخصيا وبيشتغل عليهم وعلى نفسيتهم، وبعتقد انه اشي ممتاز انه المدرب بوصل لوضع انه اللاعبين كمان بيلعبوا عشان المدرب. فبعتقد انه المدرب حسن مصالحة غني عن التعريف، واللاعبين بعتقد انهم بيأدوا اداء ممتاز. سنعود اعزائي المشاهدين واياكم الى اتحاد كفر قرع وفريق ابو علا الفرديس، وايضا الى فرق دوري الدرجة العليا، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، ونبقى في دوري الدرجه الثانيه المنطقه الشماليه با، ومع فوز فريق اتحاد كفر قرع بالنتيجه 1-0 على فريق ابو علا الفرديس، لنكون مع هذا اللقاء مع اللاعبين وئام الزحلقه واكرم عسلي لاعبي فريق كفر قرع، لنشاهد هذا اللقاء مع اللاعبين بعد الفوز على فريق الفرديس. الزحلقة مباراة صعبة، فوز كبير، الكوادر الشابة اليوم انتصرت، وهدف جميل اليوم لمحمد غسان مصاروي زميلك الشاب. الحمد لله بكت مباراة صعبة، فريق قوي الفرديس، فريق صعب كثير كثير، بس الحمد لله مع حيشة قدرنا نغلبهم، والملعب هذا ولا واحد بيطلع منه نقاط، كفر قرع كل لعبه 3 نقاط، وان شاء الله من لعبه لعبه بس فوز. وبالكوادر الشاب بفريق كفر قرع اليوم في القمه. الحمد لله عندنا فريق بلد، كلهم اولاد بلد، هنا كلنا صغار، مدرب ابن بلدنا، كلنا نلعب من القلب، والحمد لله من فوز لفوز ان شاء الله. هذا الفوز لمين تحب تقدمه اليوم؟ لكل اهل كفر قرع. اكرم عسلي لاعب فريق اتحاد كفر قرع، مباراه صعبه، تقييمك للمباراه؟ اكيد هي مباراه صعبه، بس احنا تعرف الحمد لله من اول اسبوعين نتجهز لهي اللعبه، عارفين شو فريق الفرديس اللي هو عنده ميزانيه كثير كبيره وعنده لعيب ملاح طبعا، واللي عملوا كثير صعب علينا اللعب كثير، اما الحمد لله ان اللاعبين الحمد لله 11 محارب بكينا، كل واحد طلع عنده الحمد لله 3 نقاط. واكرم يعني بكل تواضع انت من اللاعبين، يعني في السنوات الاخيره كان لك الكثير من المنافسات في القمه، لا لم نتوقع مثل هذا الفريق في كفر قرع في القمه بعد الاسبوع الرابع. الحمد لله عندنا اول شيء عندنا اداره مليحه، لاعبين كثير جيدين اللي عندهم تجربه، ملان لاعبين عندهم تجربه، والحمد لله في اللاعب اللي عندنا لعبوا بدرجه الاولى، برضه عندنا مدرب مليح، اداره مليحه، جمهور اللي استحق الفوز 3 نقاط، والحمد لله حماس كبير لدى اللاعبين الناشئين في كفر قرع، وأنت سررت لتشاهد هذول اللاعبين، وأنت دائما تعطي الحماس للاعبين في الملعب، نراك دائما تصرخ تعطي الدعم للاعبين. صحيح، أنا صراحة من نوع المدربين اللي أبكى عايش المباراة كأني موجود مع اللاعبين في مع الإحداث جوا. إذا انتبهنا هنا اللاعبين كثير مبسوطين، بيستاهلوا، مبين انه الشباب بيشتغلوا صح، بيلعبوا عشان الشعار، بيلعبوا عشان البلد، عشان المدرب، بتحس انه في هون انتماء من اللاعبين للفريق. وبالنسبه الان نتحول لفريقك، فريق ابو عيل كفر قاسم، شعاع كفر قاسم، اولا لو تعطينا لمحه حول الفريق. فريق الشعاع كفر قاسم مبني في الاغلب على لعيبه بيت، التعامل هو بين بعض كعائله واحده، في عنا لاعبين 2-3 مجربين، والباقي أغلبهم هم شبيبة، فعنا الكابتن رامي عامر المجرب، كل احترام لإله، أنت بتشوف لاعب عمره 42 سنة بتحسه أول شبابه، شوف كيف قائد في الملعب، حارس المرمى ممتاز اللي هو كمان غني عن التعريف الأخ عبد، في ملان لاعبين عندي شباب
انت بتشوف عندي في المباراه الاخيره حسب الفرحه اللي كانت لما بتشوف عندك حوالي 6 لاعبين من الشبيبه على ارض الملعب اقبال فريق اللي هو مدجج بالنجوم، كيف ترى اخرامي بين هذا الدمج بين اللاعب رامي يعني كونك لاعب سابق مخضرم ايضا لاعبين مخضرمين مثل ما اشرت مع لاعبين ناشئين، كيف ترى هذا التناسج من اجل اعطاء دفعه للفريق؟ انا بفكر احنا بنشتغل بطريقه صح، انه تبني فريق على اولاد البلد، على اولاد ناشئين مع لاعبين مجربين، راح تطلع النتيجه وتبقى نتيجه ممتازه، والشيء قاعد ببين بالمباريات. يعني احنا قاعدين نلعب من اول السنه الحمد لله رب العالمين ولا خساره، 3 تعادلات فوز وفوز. من سيفوز على فريق شعاع؟ احنا ولا فيش احنا نتمنى من ربنا انه نكمل هيك، اهم شيء ما نخسرش، النتائج المنيحه دائما تعطي معنويات. احنا بنشتغل تلعب بونكر عشان ما تخسرش؟ لا صدقني انا نحكي بصراحه ما بلعبش بونكر، لا ما بلعب بونكر، انا بلعب في طريقه ما بلعب بونكر مع مكاتب تلعب بونكر اخر لعبه في مباراه. يعني اذا بدك تلعب مع كريات اونو صاحب المرتبه الاولى، هل ممكن ان تلعب بنكر من اجل ان تخرج على الاقل نقطه؟ طلع مش عيب، طلع مش عيب، بس اخ ابراهيم اليوم الدفاع الصح هو الهجوم الصح في البدايه. طبعا احنا بنكره الفريق اللي قبالنا، بنعرف شو طريقه اللعب تبعته، بنناسب حالنا للفريق اللي قبالنا، احنا بنشتغل في طريقه مظبوطه، كل لاعب عندي بيعرف ايش بدي منه. حتى اللي شاهد المباراه الاخيره عده مرات غيرنا مراكز في الملعب للاعبين معينين وأدوا أداء ممتاز، والحمد لله أنه طلعت النتيجة لصالحنا في الآخر. نتحول أعزائي المشاهدين والمشاهدات إلى فريق أبو عيل الإفراديس، حيث أكد نزار غنام الإداري في الفريق عن خيبة أمله من خسارة الفريق أمام كفر قرع، مشيرا أنه حصل إشكال بسيط بين مدرب الفريق فايد حسون وأحد لاعبي الفريق، وقد حل هذا الإشكال بسرعة، وأن المدرب باقي في الإفراديس لموسمين وليس موسما واحد. لنشاهد هذا اللقاء مع السيد نزار غنم لقناة هلا الفضائية. السيد نزار غنم الإداري في فريق أبو علي فرديس، نوعا ما قلق توتر المدرب مع الجمهور خسارة، ونحن ما زلنا في بداية المشوار الأسبوع الرابع، أولا كيف كنت تقيم هذه الخسارة والأداء؟ السلام عليكم. الفريق اليوم قدم أداء ممتاز، جد قدم أداء ممتاز وجيد، لكن لسوء الحظ الهجوم عندنا ما كانش موفق إنه يحط الجول الأول، وإن شاء الله إحنا مستمرين ومستمرين. ورأينا يعني تصريحات للمدرب فايد حسون بأنه يريد أن ينهي سجال مع الجمهور، مش مع الجمهور، صار مع لاعب والحمد لله انحلت المشكله وكل شيء تمام. وفايد حسون مكمل؟ مكمل، بس ولاعب فايد حسون كمان سنتين في الفريق الثالث. نعم، وستخرجون بعد من هذه الخساره ان شاء الله اللعب الجاي؟ انا بوعدك انه الفريق رايح يوم الاحد يبلش يلملم بالخساره هاي، ويلعب يوم الجمعه أداء أحسن من هيك، وإن شاء الله بس الفوز بحالفنا. السيد نزار غنام مع الإدارة في فريق أبو علي فرديس، دائما نتمنى لكم التوفيق، شكرا لك. شكرا لكم. أخ رامي، رأينا سجال بين فايد حسون وأحد اللاعبين، لا أريد أن أذكر اسم اللاعب، كيف يمكن لفريق جهز نفسه بكم هائل من لاعبي التعزيز وأيضا الميزانيات، وصرح أنه يريد أن يصعد لمستوى الدرجة الأولى، كيف يمكن خسارة أو تعادل أن تؤثر على العلاقات ما بين اللاعبين والجمهور وأيضا يسبب إلى ضغط؟ أول شيء فريق الإفراديس فريق ممتاز اللي كان في السنين أنا لا أوافق معك، ممتاز وخسر أمام كفر قرع وتعادل، يعني حتى الآن لم يثبت، ممكن من ناحية كادر أنه ممتاز، ممكن ممتاز جدا، ولكن على النتائج على أرض الواقع. أخي إبراهيم، بعالم كرة القدم بحاجة لصبر، فيش فريق راح يغلب كل السنة ويظل يغلب كل السنة، راح يكون خسارات، راح يكون تعادل، بس فريق اللي بده يصعد وعارف انه عنده كادر منيح، فايد حسون مدرب غني عن التعريف، عدله أكمل سنة بيصعد لدرجات أعلى. أفهم من قولك بأن الإفراديس في نهاية المطاف مع نهاية الموسم سيصعد بالرغم من البداية الغير موفقة؟ فريق الإفراديس راح ينافس للآخر، فريق الإفراديس هو رقم صعب بالدوري، لاعبين مجربين، احنا كان عندنا مباراة ودية معهم في التحضيرات، فريق جدا جدا قوي.
وأعزائي المشاهدين بالتأكيد نتمنى التوفيق والنجاح للمدرب فايد حسون ولفريق هابوعيل الفرديس. استطاع فريق هابوعيل برأس سبع التربو على عرش لائحة دوري الدرجة العليا، وذلك بعد فوزه الخارجي العريض 3-0 على فريق هابوعيل حيفا بعد أن وصل للنقطة 14، مستغلا تعثر فريق مكابي تل أبيب والذي اكتفى بالتعادل الأبيض 0-0 في مباراته أمام فريق هابوعيل الخضيرة. لعب فريق برأس سبع في التشكيلة الأساسية لعب في التشكيلة الأساسية لفريق هابوعيل حيفا المهاجم مهران لالا، بينما لعب في التشكيلة الأساسية لفريق هابوعيل برأس سبع اللاعب العربي لؤي طه، ودخل اللاعب رمزي صفوري بدلا من اللاعب كوهين في الشوط الثاني. أعزائي المشاهدين لنشاهد ما قاله مدرب فريق هابوعيل برأس سبع مبارك بخار وكابتن الفريق بن بيتون لقناة هلا الفضائية بعد الفوز العريض 3-0 على فريق هابوعيل حيفا. מתחברים ומשחקים משחק, אנחנו מרגישים את זה. יש פה הרבה שחקנים חדשים שנכנסים טוב לעניינים, והמטרה היא להמשיך. מסתכלים על אדם זה התחלת העונה, אבל אתם במקום הראשון, מכבי תל אביב שנייה ומכבי חיפה שלישית. זה נראה שזה הולך להיות מאבק של שלוש קבוצות על האליפות, גם אתם מרגישים את זה כשחקן? יש קבוצות טובות, זה ידוע, אנחנו מסתכלים על עצמנו, אני חושב שהמיקום כרגע פחות רלוונטי, יש לנו עונה ארוכה. אנחנו מתרגזים לאסוף כמה שיותר נקודות ממשחק למשחק, ועכשיו נצא לפגרה, ננוח ונחזור שבוע לאחר מכן למשחק הבא. ברק, מאז שהגעת לבאר שבע, פתיחת העונה מבחינת נתונים הכי טובה שלך עד היום. יש תקוות להצהרת כוונות במחזורים הקרובים? קודם כל תמיד נחמד להתחיל בצורה טובה את העונה עם יותר נקודות, אבל פחות מסתכל על זה, מסתכל על איך להפוך את הקבוצה הזאת מטובה למצוינת. כרגע אנחנו קבוצה טובה, אני חושב שאנחנו יכולים להיות הרבה יותר טובים, זה לא פשוט לחבר כל כך הרבה שחקנים. فريق هابوعيل برأس سبع وبجدارة في قمة دوري البورصة لفرق دوري الدرجة العليا. وأخرامي، كيف كنت ترى مكابي تل أبيب مكابي حيفا برأس سبع الثلاثي الكبير في قمة دوري الدرجة العليا؟ والله هاي الفرق غنية عن التعريف، الكل راح يرمح ويركض لآخر الدوري، الكل بحاول يدور على البطولة، الكل بحاول يخلص محل ثاني. دوري راح يكون صعب مش سهل، راح نشوف فرق ضعيفة راح تأخذ نتائج من فرق قوية، والدوري بعده مفتوح بأوله. ما وبالتأكيد ما لابد من أن نعود إلى فريق هابوعيل لكفر قاسم شعاع. أولا يعني بالنسبة لك أي مرتبة يمكن أن ترضى بها مع نهاية الموسم؟ أنا بتوقع إنه الفريق تبعنا راح يكون من الخمس الأوائل إن شاء الله. إحنا حطينا الهدف خمس الأوائل. الخمس يعني الأوائل. إحنا كريات أونو كريات أونو شباب الطيبي أبناء الطيبي. أنت حافظهم كلهم. مين كمان؟ عندك كلام سوي فريق ممتاز، وبعتقد الشعاع كفر قاسم هو راح يكون الرقم الصعب في الدوري. مين أقوى فريق حسب رأيك بين كل الفرق؟ أقوى فريق حسب رأيي لعيبتي. شعاع كفر قاسم. لعيبتي ممتازين ولعيبتي. يعني أنتوا صاعدين. إحنا مش صاعدين، إحنا بنلعب مباراة لمباراة، بس صدقني إحنا بنشتغل على العامل النفسي، انه اللاعب بفوت على الملعب صدقني افضل لاعب موجود على ارض الملعب. هل تؤمن حسب رايك وهل يمكن لفريق شعاع كفر قاسم ان ينهي في المرتبه الاولى؟ فيش شيء مستحيل بعالم كره القدم، بس بتعرف ممكن لا سمح الله فريق يتعثر بالوقت اللي هو مش مناسب. احنا صراحه من مباراه لمباراه نتمنى من ربنا يوفقنا قديش اكثر لفوق، وصدقني اذا بنكون من الخمس الاوائل مع كادر من هذا النوع اللي هو شبيبي ومع أكمل لاعب مجرب صدقني ممتاز جدا، وراح يكون السنة اللي وراها فريق جاهز أكثر من السنة هاي، لأنه بكون اللاعبين الناشئين جاهزين أكثر. يعني أنت مكمل في السنة القادمة أيضا؟ والله أنا بدي أحكي لك شغلي، أعتقد اللي أمه رضيانة عليه كمدرب وكلاعب بروح على هاي البلد. السيد رامي أبو العيلي مدرب فريق هابوعيل شعاع كفر قاسم، نتمنى لك ولفريقك ولجميع الفرق التوفيق. شكرا لمجيئك، سررت وفرحت
أن تكون معي في حلقة اليوم. شكرا لكم. شكرا. أنا كثير عن جد انبسطت معكم وبتمنى النجاح لجميع الفرق العربية واللاعبين العرب اللي بالدوري الممتاز. وشكرا لك أخي إبراهيم على المقابلة. أهلا وسهلا. إذن أعزائي المشاهدين إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من البرنامج الرياضي الشوط الثالث. سررت بأن أكون معكم. هذا هو إبراهيم أبو عطا باسم أسرة البرنامج يحييكم، وعلى أمل اللقاء بكم في لقاءات وحلقات رياضية لاحقة. أستودعكم الله وأقول لكم إلى اللقاء.